هذا اليوم نبدأ بدق مسامير العباسيين في نعش الدولة الأموية. كيف تدعون إلى إمامة الرضا من آل محمد وأنتم تدعون لأنفسكم وأحفاد علي يملؤون الأرض؟ لا أريد لهذه الدعوة أن تبقى في الظلام أكثر مما بقيت. حاصرنا الأمويون من كل حب وصوب، حاصرونا بسيوفهم ورماحهم وخيلهم. إن لم نعلن الثورة على بني أمية الآن فلن نعلنها أبدا. الآن أدركنا ثمرنا. موقعة الذهب بموقعة القادسية. أين سيفي؟ لماذا؟ سأسير إليه. ولكن مخد عزب! علموا أن أكثرهم قربا منكم أكثرهم طمعا بالإمامة.